دلوقتي هنتعرف على أهمية وثيقة التأمين ضد الحريق اللي بتقدمها شركة ثروة للتأمين لعملائها من الشركات. هيكلمنا أكتر عن ده الأستاذ سامح الشربجي، مساعد العضو المنتدب للشؤون الفنية بشركة ثروة للتأمين. علشان نعرف تفاصيل أكتر خلونا نروح نشوف التقرير اللي جاي. شركة ثروة للتأمين وهي بتواصل نجاحاتها وإنجازاتها المشرفة على جميع الأصعدة، واللي هو اللي بيعكس أكيد بيعكس تأثيره ده على الاقتصاد القومي. ومن ضمن هذه الإنجازات هو ابتكار بعض البرامج التأمينية اللي بتخدم العملاء في جميع المجالات. إحنا النهاردة هنبتدي أو هنتكلم على موضوع واحد، هو موضوع الحريق. طبعا في حاجات تانية وبرامج تانية مختلفة، بس أنا مينلي اخترت موضوع الحريق نتكلم فيه. ليه الحريق؟ الحريق ده من أحسن المنتجات التأمينية اللي سوق التأمين بيقدمه للجمهور، لأنه بيحافظ على نمرة واحد ممتلكاتهم، نمرة اتنين مسؤوليتهم تجاه الغير. في أنواع كتير قوي من تغطيات الحريق، وكلمة حريق لما نيجي نتكلم عن التغطيات أكيد بتغطي الحريق، وده منتهى السهولة ومنتهى الوظائف. بعد كده بنضيف لها حاجات حسب نوع النشاط، يعني لما أجي أمن على مدرسة غير ما أمن على مصنع، غير ما أمن على فندق، غير ما أمن على مبنى إداري، ده كل وثيقة أو كل برنامج مختلف عن التاني. أنا هناخد أسهل حاجة وأصعب حاجة. أسهل حاجة هو تأمين الحريق، بسيط جدا، وهو بيغطي الحريق بمفهومه الطبيعي، اللي هو الحريق الناتج عن صواعق، ناتج عن انفجار الغاز المنزلي، ناتج عن التفاعلات الكيماويه. ده الحريق وده بيلائم الحاجات البسيطه، المباني البسيطه زي المباني السكنيه، زي المباني الاداريه، ما فيهاش فيها اي انشطه مختلفه عن اللي احنا عارفينه. طب ناخد اصعب حاجه، هو اللي هو الوثيقه الشامله. والوثيقه الشامله دي بتلائم الفنادق. ليه؟ لانها بتتقسم لاربع اقسام. القسم الاولاني اللي هو القسم الرئيسي وهو قسم الحريق. بعد كده بننزل على القسم الثاني، المسؤوليه تجاه الغير. اتجاه الغير اللي هو النزلاء، يعني مثلا هديكم مثال بسيط جدا، مثلا التسمم الغذائي. لو حصل تسمم غذائي، الزحلقه لو هم بيمسحوا مثلا الارض او حاجه زي كده وحصل زحلقه لاي نزيل، ده كله مسؤوليه الفندق تجاه الطرف الثالث اللي احنا مش عارفينه، اللي هو النزلاء. السكشن الثالث هو اللي هو الحوادث المتنوعه، بيغطي حوادث متنوعه زي نزل مع السلم، حصل له كسره، حصل له الكلام ده كله متغطي. نمره واخر حاجه بتغطي المجموعه الهندسيه. اكيد الفندق بيبقى عنده اسانسيرات، بيبقى عنده معدات، بيبقى عنده اجهزه الكترونيه، بيبقى عنده كمبيوتر، بيبقى عنده تليفونات، ده كله بيتغطى برضو ناتج عن وثيقه اسمها وثيقه الشامله. فدي بمنتهى البساطه. طب احنا في شركه ثروه بنعمل ايه؟ حاجه شركه ثروه الحمد لله رب العالمين العملاء بتفضلنا ليه؟ لان احنا عندنا اول حاجه عشان الحريق نقدر نعمل تقييم للحريق لازم نعمل حاجه اسمها معاينه. المعاينه دي هي فكره بسيطه، هي نقل صوره نقل صوره الموقع الحقيقي بتاع العميل عن في تقرير يقدر مكتتب التامين هو قاعد على مكتبه يعزم له زار الموقع. ده بيفيدنا بايه؟ اول حاجه بيحدد نشاط العميل، لان النشاط في الحريق مختلف جدا. في نشاط صعب جدا ونشاط سهل جدا. نشاط صعب زي حاجات الخشب وحاجات الفوم وحاجات المراتب، دي كلها انشطه الخطره، وانشطه بتنزل بقى تدرج كده لغايه ما نلاقي مواد غذائيه، المصانع الغذائيه، الحاجات دي كلها بتدخل تحت الكاتيجوري اللي هو يعتبر ايه، او المجموعه البسيطه. فبالتالي المعاين بينقل لنا صوره نشاط العميل. طب في ايه تاني غير كده المعاين؟ اول حاجه وسائل مكافحه الحريق. وسائل مكافحه الحريق دي مهمه جدا، لان كل ما زادت وكل ما العميل كان عنده وسائل مكافحه حريق كله بياخد شروط احسن واسعار احسن وجميل. طب افرض لو فرضنا ان العميل عنده حاجات ناقصه، فالمعاين بيكتب له توصيات، والحمد لله الوعي التاميني زاد جدا في السوق المصري، فبالتالي متفاهم يعني ايه توصيات، وبيقدر يعني يلبي رغبات التوصيات دي او ينفذ التوصيات دي في اقصر مده ممكنه، فبالتالي نقدر نديله احسن شروط واحسن اسعار. طب احنا دلوقتي المعين عين بيتحول الكلام ده كله لعرض سعر. العرض السعر ده بتاعنا بيتميز بثروه بسيط جدا، ما فيهوش اي لبس لاي نوع من انواع التغطيات، كل حاجه واضحه فيه، لان احنا بناخد وقتنا ما بين المعاين وبين المعلومات اللي بنجمعها وبين الحمد لله بعد وسائل التواصل زي الانترنت وكده، بنجمع اكبر قدر ممكن عن العملاء اللي عندنا. انا طبعا بتكلم على عملاء التجاري اللي هي الشركات، فبالتالي بنقدر نجمع حاجات كتير جدا، نقدر نحط عرض سعر يناسب العميل ببرنامج اللي هو ينقل نشاطه، فبنوصل للعرض السعر اللي احنا بنقول عليه اللي هو ما فيهوش اي لبس. طب الحمد لله رب العالمين حصل قبول والعميل قبل عرضنا، بنطلع له الوثيقه ما فيهاش تغيير عن العرض السعر اللي طلعناه.
ده بنوصل مع العميل لمرايه بالظبط، هو عارف علينا ايه، احنا عارفين علينا ايه، وهو عارف عليه ايه. طب ايه تاني بيميزنا؟ احنا الحمد لله رب شركه ثروه التامين مش جزر منعزله، بنشتغل مع بعض. بمعنى ايه؟ ان في تناغم ما بيننا وما بين التعويضات، يعني كل اسبوع بالظبط، كل اسبوع بنقابل بعض ونعمل اجتماع، ايه العملاء الجداد اللي عندنا، وايه طبيعة الاخطار اللي خدناها جديده، وايه العملاء القديمه اللي عندها مشاكل في التعويضات نقدر نحلها ونقدر نعمل. ده بيوصلنا لمستوى خدمه عملاء ادعي ان هم كل الحمد لله اللي اتعامل مع شركه ثروه التامين بيبقى راضي على مستوى الخدمه قبل البيع وما بعد البيع زي ما بيسموه، لان احنا بنبقى مع العميل تقريبا في كل خطوه وفي كل طول مده التامينيه اللي موجوده.